بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: السابعة، يعني من مسائل الجاهلية، أنهم يستدلون بأقوام لهم علوم ولهم عقول دون أن ينظروا إلى أعمالهم. فالعبرة ليست بمجرد العلم أو مجرد العقل، وإن كانت هذه أمور مهمة، لكن ينظر إلى العمل، ينظر إلى العمل. فإن كان هناك علم وعمل فهذا هو القدوة، أما إن كان هناك علم بلا عمل فهذا ليس قدوة. كذلك إذا كان هناك عمل واجتهاد بدون علم فهذا أيضا ليس قدوة، فلا بد من مجموع الأمرين. ثم أيضا من مسائلهم أنهم يقتدون بأهل القوة، أهل القوة والأموال والثروة، ويظنون أن هذا يدل أنهم على حق، وأن الله إنما أعطاهم ذلك لأنهم على حق دون أن ينظروا إلى أعمالهم. إذن فالعبرة ليست بالقوة بدون نظر إلى العمل، وليست بالعلم بدون نظر إلى العمل، وليست بالعمل بدون نظر إلى العلم. قال الله سبحانه وتعالى في قوم عاد: الله جل وعلا أعطاهم قوة فاقوا بها على عالم زمانه، قوة في أبدانهم وقوة في أموالهم. فإن قوم عاد أعطاهم الله بسطة في أجسامهم، كما قال تعالى على لسان هود عليه السلام لما ذكرهم وقال: وزادكم، انكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. أعطاهم الله قوة في أجسامهم، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ذكرهم بأن يستعملوا هذه القوة في طاعة الله عز وجل وفيما ينفعه، وأن لا يغتروا بها. ولذلك في الآية الأخرى أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ غرتهم قوتهم فصارت سببا لهلاكهم. فكذلك ما عليه الدول الكافرة الآن من القوة الصناعية والقوة السياسية والقوة المالية لا يغتر بها، ما داموا على الكفر لا يغتر بهذا، فإن هذا استدراج له. فقد حصل هذا لأمم قبلهم فلم يغني ذلك عنهم شيئا. قوم عاد لما اغتروا بقوتهم أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالريح، الريح العقيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف اسم بلدهم الذي هم فيه، يقال إنهم في جنوب شرق الجزيرة من ما يلي حضرموت والربع الخالي.
إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، يعني مضت الرسل بين يديه ومن خلفه، ما جاء هو وحده حتى يقول أنت تكون من بيننا رسولا، هو مسبوق برسل من قبله. هذه سنة الله عز وجل أنه يرسل الرسل من البشر إلى البشر. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عما وجدنا، أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. يتحدونه أن يأتيهم بالعذاب. فأجابهم قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، يعني أنا ليس عندي عذاب ولا يدي قدرة، أنا مجرد رسول ومبلغ، أما العذاب فهو عند الله جل وعلا الذي أرسلني. فأنتم تتحدون الله عز وجل ولا تتحدونني، وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم أو من تجهلون. فعند ذلك أرسل الله عليهم العذاب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم وكانوا قد منع منهم المطر، احتاجوا إلى المطر، ففرحوا لما رأوا العارض مستقبل لأوديتهم، ظنوه سحابا، قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني لا يزالون في غيهم لا يخافون من العذاب، ما توقعون هذا العذاب، وهذا من شدة غرورهم وغفلتهم، ما توقعوا أن هذا عذاب، بل هو ما استعجلتم به. أنتم تقولون ائتنا بما تعيدنا وتتحدون نبيكم إن كنت من الصادقين، هذا ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. حتى ما أرسل عليهم جنود أو ملائكة أقوى منهم، أرسل عليهم ريح الريح الرقيقة التي كانت في العادة مصدر حياة صارت مصدر عذاب، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه، كل شيء يعني أمرت بتدميره، ليست كل شيء على عمومها، وإنما تدمر كل شيء يعني أمرت بتدميره. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، نزعتهم الريح إلى الجو ثم نكستهم على رؤوسهم فصاروا كأعجاز نخل منقعر، كأعجاز نخل خاوي، هذا يدل على طول أجسام، حين شبههم الله بالنخل وقوتها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، أما هم فإنهم هلكوا عن آخرين، ما نفعتهم قوتهم ولا غرورهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. قال الله تعالى لكفار قريش الذين كذبوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما كذب قوم عاد نبيهم هودا عليه السلام، ولقد مكناهم، يعني أعطيناهم قوة، مكناهم، تمكين يعني أن الله أعطاهم قوة مكنتهم من الأرض فيما ما موصولة، أي في الذي، إن هذه نافية، إن مكناكم يعني ما مكناكم فيه، مكناهم في شيء لم نمكنكم فيه، أنتم أضعف منهم، فكيف تتحدون نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فيما إن مكناكم فيه، أي في الذي ما مكناكم فيه، فأنتم أضعف منهم، فأنتم أولى بالهلاك، إذا قدرنا على إهلاك الأقوى فلا أن نقدر على إهلاككم وأنتم أضعف، من باب أولى. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، أعطاهم الله إمكانيات يعرفون بها الحق لو أرادوا، سمع يسمعون وأبصارا يبصرون بها آيات الله عز وجل، وأفئدة قلوب يفقهون بها لو أرادوا، لكنهم لم يريدوا أن يستعملوا هذه الحواس فيما ينفعهم،
فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهذا تحذير لمن جاء بعدهم خصوصا كفار قريش والعرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تحذير مستمر إلى أن تقوم الساعة كل من خالف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة وجميع الأمم جميع الدول. هذا تهديد لهم لأن الله قادر على أن يهلكهم كما أهلك قوم عاد. هذا معنى قوله تعالى ولقد مكناهم في ماء مكناكم. وقال في اليهود وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، اليهود الذين كانوا في المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم وبين العرب قتال، كان بينهم وبين أهل المدينة من العرب من الأوس والخزرج قتال، فكان اليهود يتوعدون الأنصار الأوس والخزرج، سموا أنصارا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيعة، لكن في الأول يقال لهم الأوس والخزرج. كانت اليهود يعلمون ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ويعلمون ما يأتي به من الحق، فكانوا يتوعدون الأوس والخزرج ويقولون لئن بعث النبي الذي نجده في كتابنا لنتبعنه ولنقاتلنكم معه. يستفتحون على الذين كفروا يعني يتوعدون الأوس والخزرج في أنه سيبعث نبي وسنكون من أتباعه ثم نقاتلكم معه. فلما بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة كان يعرض نفسه على القبائل يدعوهم إلى الله خصوصا في موسم الحج في منى يدعوهم إلى الله، فجاء يدعو إلى الله فصادف جماعة من الأوس والخزرج عند العقبة فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فدخل في قلوبهم وقالوا إن هذا للذي تتهددكم به يهود فلا يكون أسبق إليه منكم، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعات الثلاث. وكان من ثمرات هذه البيعات أن هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا أنصاره وأتباعه وأولياءه رضي الله تعالى عنه. أما اليهود فإنهم كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كانوا في الجاهلية يتهددون به الأوس والخزرج. فدلت الآية الكريمة على أنه لا يغتر بالعلم بدون عمل، فهؤلاء اليهود كانوا أهل علم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، حتى قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. حتى قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وهو من أحبار اليهود من الله عليه بالإسلام قال والله إننا لنعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعرف أبناءنا، لأن أبناءنا نعتمد على خبر أمهاتهم أنهم منا، ولكن هذا الرسول نعتمد فيه على الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى أنه رسول الله، فنحن نعرف رسالته وأنها صدق أكثر مما نعرف أبناءنا. وهنا يقول جل وعلا فلما جاءهم ما عرفوا الذي عرفوا من شأن هذا الرسول وبعثته لما تحقق هذا كفروا به مع أنهم كانوا معترفين به في الأول ويتوعدون به الأنصار. فدل على أن مجرد العلم لا يكفي ولا يحتج بالعالم الذي لا يعمل بعلم، لا يحتج بالعالم الذي لا يعمل بعلم. فهؤلاء اليهود كانوا علماء
خصوصا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم خالفوا وكفروا عن علم وعن عناد وحسد. إذن لا يغتر بالعلم الذي ليس معه عمل، بل قد يكون العلم وبالا على صاحبه إذا لم يكن معه عمل صالح ومعه اتباع واقتداء. نعم. فلا يحتج إذن بالقوة، لأن قوم عاد ما نفعتهم قوتهم، ولا يحتج بالعلم بدون عمل، لأن اليهود لم ينفعهم علمهم. هذا غرض الشيخ رحمه الله من إيراد هاتين الآيتين على هذه المسألة. نعم. الثانية الاستدلال على مطلق الشيء لأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله تعالى أنهم متوسرعة نظرون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ورده الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. الثامنة رد الحق بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، هذه بلية وهي داء الأمم السابقة. الحق لا يزهد به، لا يزهد به لأنه لم يتبعه إلا الضعف. الحق يقبل ولا ينظر إلى أنه لم يتبعه إلا الضعف، بدليل أن قوم نوح قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الضعفاء. وفي الآية الأخرى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، بادي الرأي يعني ليس عندهم آراء، ناس ما يفكرون، عندهم سطحية في التفكير، فهم اتبعوك لأن ما عندهم تفكير، آراءهم سطحية ما فكروا، وهم ضعفاء أيضا. فنحن لا نتشبه بالضعفاء ونخالط الضعفاء ونكون أتباعا لك. حتى إنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء من مجلسه حتى يسمعوا كلامه، حملهم الكبر على أن يطلبوا من الرسول أن لا يحضر صهيب وعمار وبلال وضعفاء المسلمين مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا، من الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألفهم حرصا على هدايتهم، فأراد أن أو فكر أن يمنع الضعفاء وقت مجيء هؤلاء وأن يخلوا المجلس لهم، فعاتبه الله عز وجل وقال سبحانه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني اختبرنا بعضهم ببعض، جعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا من باب الابتلاء والامتحان، كما قال تعالى في الآية الأخرى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، عن اختبار، أتصبرون؟ الله يبتلي العباد بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يستبعدون أن هؤلاء يهديهم الله ويمن عليهم من بين الناس لأنهم ضعفاء وفقراء، لماذا يخصهم الله بالهداية والمنة؟ هذا دليل على أنهم ليسوا صادقين في إيمانهم بزعم هؤلاء. هؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال الله تعالى أوليس الله بأعلم بالشاكرين. الله جل وعلا أعلم بالذي يقبل الحق من الذي لا يقبله، ويعلم الشاكر من الكافر، فهو يضع الأمور في مواضعها. فحرم هؤلاء من الهداية لأنهم لا يشكرون الله عز وجل، وأعطاها لهؤلاء ومن بها عليهم لأنهم يشكرون الله جل وعلا، فهو أعلم سبحانه وتعالى. وهذا من حكمته، والحكمة وضع الشيء
في موضعه، فهو جل وعلا لا يضع الهداية إلا في من يستحقها، ولا يضع الضلال إلا في من يستحق عقوبة له. فليس النظر إلى حالة الشخص غنيا كان أو فقيرا، وإنما النظر إلى قبوله للحق أو عدم قبوله للحق. فالذي يقبل الحق هذا لا يضره إذا كان فقيرا، والذي يرد الحق هذا لا ينفعه إن كان قويا وغنيا وشريفا، لا ينفعه ذلك. هذا قاله قوم نوح لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقال نوح عليه السلام: وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون؟ هذا جواب نوح عليه الصلاة والسلام. فهذه من سنة الجاهلية، أن الحق، أن هذا من سنة الجاهلية، أنهم يردون الحق بسبب أن أتباعه من الفقراء، دون نظر إلى الحق نفسه، دون نظر إلى الحق نفسه. فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. الله ذكر عن قوم نوح ما صدر منهم في حق أتباع نوح، وذكر عن محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر عن أمة، عن كفار قريش وأهل الجاهلية ما صدر منهم في حق أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك يدعوهم إلى الله، ملوك الأرض، كتب إليهم يدعوهم إلى الله وأن يتبعوه، لأنه رسول الله إليهم جميعا. أما كسرى فإنه مزق الكتاب وتهدد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملكه. وأما هرقل ملك الروم فكان رجلا عاقلا، فلما جاءه الكتاب وقرأه سأل: هل في الشام أحد من قوم هذا الرجل؟ قالوا: نعم، لأن أهل مكة كانوا يذهبون إلى الشام للتجارة، فكان تجار قريش في الشام بزعامة أبي سفيان ابن الحارث. فدعاهم هرقل وأدخلهم في مجلسه بحضرة علماء النصارى وطارقتهم وأكابرهم، فأجلسهم بين يديه ثم أمر بالكتاب فقرئ، فصار يسألهم عن هذا الكتاب فقرة فقرة وكلمة كلمة، ولم يقدروا على أن يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يأنفون من الكذب وهم كفار. وكان يسأل أبا سفيان لأنه هو الرئيس، فلم يقدر أن يكذب كذبة واحدة في ما جاء في هذا الكتاب. ومنه أنه سألهم قال: هل يتبع من الذي يتبعه؟ قال: هل يتبعه الضعفاء أو الأقوياء؟ قالوا: بل يتبعه الضعفاء. قال: كذلك الرسل، إنما يتبعهم الضعفاء. يعني كان من جملة هذه الأسئلة هذا السؤال الذي هو يناسب موضوعنا: هل يتبعه الأقوياء أو يتبعه الضعفاء؟ قالوا: بل يتبعه الضعفاء. قال: كذلك الأنبياء، إنما يتبعهم ضعفاء قومهم. فالحاصل أن هذه عادة أهل الجاهلية، أنهم يردون الحق نظرا لأن الذي عليه ناس ضعفاء وفقراء، وهم أهل كبر وأهل خيلاء، ولا يريدون أن يختلطوا بالضعفاء والفقراء، يردون الحق من أجل الكبر والعياذ بالله. وهذه آفة الكبر، أنه يحمل صاحبه على رد الحق وهو يعلم أنه حق، لكن يتركه أنفة وكبرا وتعاظما في نفسه. فهذا من عادات الجاهلية. نعم.
التاسعة الاعتذار بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحكام والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. التاسعة من مسائل الجاهلية الاقتداء بفسقة العلماء، بفسقة العلماء وبضلال العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، فكانت اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم الذين لا يعملون بعلمهم يصدون عن سبيل الله، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، هذا يتنافى مع العلم، يتنافى مع وظيفة الأحبار. الأحبار وظيفتهم اتباع ما علموا من الحق والدعوة إليه والعمل به واحترام أموال الناس والترفع عنها إلا بحق. أما إذا استغلوا علمهم لأكل أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يفتون الناس بالضلال وخلاف الحق ويتلمسون لهم الرخص والمخارج من أحكام الله عز وجل، هذا شأن فسقة العلماء، أنهم هم لا يعملون بعلمهم في خاصة في أنفسهم، وأيضا يصدون الناس عن العمل به، يتلمسون لهم الرخص والمخارج ويحرفون كلام الله بأنواع التحريف، والذي لا يستطيعون تحريفه يؤولونه بغير معناه ويفسرونه بغير تفسير من أجل الوصول إلى أغراضهم ومطامعهم. هذه صفة أحبار اليهود إلا من رحم الله عز وجل. ولهذا قال: إن كثيرا، ولم يقل إن الأحبار، قال إن كثيرا، لأن فيها أحبار على هدى وعلى خير، ولكن الكثير منهم على ضلال. وهذا يفيدنا أنه لا يجوز التعميم وإصدار الحكم على الناس بالعموم، هذا لا يجوز، لأن الله قال: إن كثيرا من الأحبار والرهبان. والرهبان هم العباد الذين يعبدون الله على جهل، فيأتي أناس ويقتدون بهم وهم على جهل، لا يجوز تقليد الجاهل ولو كان من العباد والزهاد، لا يجوز الاقتداء به إذا كان يعمل بغير دليل وبغير علم، وإن كان من أعبد الناس وأزهد الناس، لا يجوز الاقتداء إلا بمن هو على دليل وعلى هدى. فأكثر علمائهم فساق، وأكثر عبادهم جهال، وكلا الطائفتين لا يجوز الاقتداء بهم، لا بفساق العلماء ولا بظلال العباد، وإنما يقتدى بمن كان على الحق الذي يعمل بعلمه والذي يعمل على هدى من الله سبحانه وتعالى، هذا هو القدوة. فهذا من عادات أهل الجاهلية الاقتداء بالعلماء الفساق والعباد الجهال، فيجب الحذر من هاتين الخصلتين. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نهى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب عن الغلو، والغلو هو الزيادة، تجاوز الحد، سواء كان غلوا في الأشخاص
حتى يرفعوا فوق منزلتهم، فلا يجوز الغلو في الأشخاص، لا الأنبياء ولا من دونهم، فلينزل كل منزلة، فالنبي ينزل منزلة الأنبياء، والعلماء ينزلون منزلة العلماء والأتباع، وكلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، ليس لهم حق في الربوبية. فاليهود والنصارى غلوا في أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فالغلو من سمة أهل الكتاب، الغلو في الأشخاص من سمة أهل الكتاب، حتى رفعوا المخلوقين إلى مرتبة الخالق، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا هو الغلو والعياذ بالله، رفع الإنسان من البشر إلى مرتبة الربوبية والألوهية، هذا هو أقبح الغلو. وما وقع عباد القبور اليوم في الشرك وعبادة الأموات إلا بسبب الغلو في الصالحين. وما ظل وهلك وكفر قوم نوح إلا بسبب الغلو في الصالحين. فالغلو آفة خطيرة، فيجب الحذر من الغلو، كما أنه يجب الحذر من التساهل في أمر الله سبحانه وتعالى. الواجب الاعتدال، الاعتدال في كل شيء، بين طرفي الإفراط والتفريط والغلو والتساهل. فدين الله جل وعلا بين الغالي والجاهل، دين وسط. فهذا من مسائل الجاهلية، الغلو في الأشخاص والاقتداء بفساق العلماء والاقتداء بظلال العباد، كل هذا من مسائل الجاهلية. فالواجب على المسلمين الاعتدال في هذا الأمر، وألا يتخذوا العلماء أربابا من دون الله، يحللون ويحرمون من عند أنفسهم وحسب رغبات الناس وأهواء الناس. اليوم فيه أناس ينتسبون إلى العلم وأباحوا السفور والاختلاط بين الرجال والنساء، وأباحوا أمورا كثيرة، يريدون أن يسايروا بزعمهم العصر، وأن يكونوا مرنين، وأن لا يكونوا معقدين كما يقولون، يسمون هذا تعقيد. فهذا هو من فعل الجاهلين الذي يقتدي بهم ويأخذ بفتاواهم وبأقوالهم، هذا مثل أهل الجاهلية الذين يقتدون بفساق العلماء، أو أنهم عباد جهال يحللون ويحرمون بجهل. قد يكون هؤلاء الكتاب أو كثير منهم ليس عندهم علم، وإنما يجتهدون بعقولهم وأفكارهم ويحللون ويحرمون من عند أنفسهم. فهؤلاء من ضلال العباد، فهم لا يخرجون عن أحد الصنفين، إما من فساق العلماء إن كان عندهم علم، وإما من جهال العباد إن كان عندهم شيء من العبادة والورع، فلا يغتر بهم أبدا. نعم. العاشرة الاستدلال على إسلام الدين بقلة أفهام أهله وعدم تقويم كقولهم بادي الرأي. هذه سبق الإشارة إليها، أن من مسائل الجاهلية أنهم يردون الحق بسبب أن الذين أنهم يرون بسبب أنهم يرون أن الذين هم عليه ليس عندهم رأي، وأنهم مغفلون، وأنهم سطحيون كما يقولون. وهذا ما أشبه الليلة بالبارحة. الآن كثير من المتمسخرة يسخرون من أهل العلم ويقولون هؤلاء مغفلون، هؤلاء ليس عندهم فقه واقع، العلماء ما عندهم فقه واقع، العلماء علماء حيض نفاس، العلماء هؤلاء حمير السلاطين
أو بغال السلاطين أو ما أشبه ذلك من المقالات الشنيعة التي يصفون بها العلماء، لا لشيء إلا لأنهم لا يوافقونهم على مناهجهم ولا يوافقونهم على أفكارهم، فهم يصفونهم بالسطحية، يصفونهم بالجهل، يصفونهم بقلة الرأي، يصفونهم بالجمود، يصفونهم بالتحجر، يصفونهم بعدم الفقه إلى آخر ما يقولون. فهذه سنة الجاهلية والعياذ بالله، كما قال قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ناس ما عندهم رأي ولا أفكار، إنما هم اتبعوك على غير قوية وعلى غير تفكير. هذه يقولها الآن ويرددها أصحاب المناهج المنحرفة الذين يريدون من العلماء أن يسيروا في ركابهم، وإلا فإنهم سيصفونهم بهذه الأوصاف القبيحة. أسأل الله العافية. نعم. الحادية عشر: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. الاستدلال الحادية عشر من مسائل الجاهلية: الاستدلال بالقياس الفاسد. القياس معناه إلحاق النظير بنظيره، القياس هو إلحاق النظير بنظيره، إلحاقه به في الحكم، وهو على نوعين: قياس فاسد إذا كان مبنيا على غير أساس، على غير أساس صحيح فهو قياس فاسد، وقياس صحيح وهو المبني على أساس صحيح، وهو على قسمين: قياس الصحيح على قسمين، قياس جلي وقياس علة، قياس جلي وقياس علة. القياس الجلي هو إلحاق الشيء الذي هو أولى بنظيره، ومثلوا له بمثل: فلا تقل له ما أف، هذا نهي عن التأفف في حق الوالدين. قالوا: يقاس عليه من باب أولى الضرب، ضرب الوالد هذا حرام، وما في الآية لا تضربهم، ما فيها لا تضربهم، لكن فيها لا تقل لهما أف. فإذا كان منهيا عن قول أف فلا أن ينهى عن الضرب من باب أولى، هذا قياس جلي، هذا يسمونه القياس الجلي، وهو قياس في الأولى، الحاق الأولى بما هو دونه. والنوع الثاني قياس علة، قياس علة وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما، وهذا هو القياس الفقهي الذي عليه الأصوليون: إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما، هذا يسمونه قياس العلة، مثل ما قالوا في الربا: النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا في 6 أشياء: الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، هذه كم؟ 6 أشياء نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل لا يدخل الربا إلا في هذه 6، أو يقاس عليها كل ما شابهها في العلة؟ الظاهرية يقولون لا، يقتصر على هذه الأشياء 6، لأنهم لا يقولون بالقياس. الجمهور من أهل العلم يقولون لا، يقاس عليها كل ما شابهها في العلة
التي من أجلها حرم الربا، فيقاس عليها كل ما شابهها في العلة التي من أجلها حرم الربا. هذا هو القياس في الفقه، وهو قياس العلة والشبه. أما قياس الأولى فهذا يسمى قياس جلي. ومنه عند الوصوليين قياس الشمول، قياس الشمول وهو دخول الأفراد تحت أصل يجمعها، قياس الأفراد تحت أصل يجمعها، هذا يسمونه قياس الشمول. فالحاصل أن القياس الفاسد هو القياس المبني على غير أساس صحيح، إذا لم يكن هناك معنى يجمع بين الفرع والأصل فإن القياس يكون قياسا باطلا، يسمونه القياس الفاسد، ويسمونه القياس مع الفارق، إذا كان هناك فارق بين الأصل والفرع فإن القياس لا يكون صحيح. هذا هو الذي عليه أهل الجاهلية، أنهم يقيسون قياسا فاسدا، وذلك أنهم لما جاءتهم الرسل يدعونهم إلى الله كذبوهم بسبب أنهم بشر، إن أنتم إلا بشر مثلنا، والبشر لا يكون رسولا، هذا بزعمهم، أنتم بشر والبشر لا يكون رسولا من عند الله عز وجل. وهذه قاعدة عند أهل الجاهلية مضطردة عند الأمم، يكذبون الرسل لأنهم بشر، وهذا قياس فاسد وقياس باطل. فالبشرية لا تمنع، كونهم بشر لا يمنع أن الله يرسلهم، لأن الله يرسل إلى كل قوم من جنسهم لأجل الهداية، لأجل هدايتهم، لأنهم لو جاءهم رسول من غير جنسهم لم يقبلوا منه. لو أرسل الله إلى البشر ملائكة يدعونهم إلى الله ما تلاءم البشر مع الملائكة لأنهم من غير جنسهم، إلا لو كان الذين في الأرض ملائكة، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لبعث الله إليهم ملكا رسولا، أما البشر فالله يرسل إليهم البشر، وذلك لأجل أن يستجيبوا لهم وأن يأخذوا عنهم، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وفي هذه الآية إن أنتم إلا بشر مثلنا، فكان رد الرسل عليهم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلنا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بآية إلا بإذن الله، فنحن مثلكم في البشرية لكن نحن فضلنا الله عليكم بأن من علينا بالرسالة، والله يمن على من يشاء من عباده. فهذا قياس باطل، وهو من سنة الجاهلية، كل قياس باطل فإنه من سنة الجاهلية. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: ما عبدت الشمس والقمر والأوثان إلا بسبب القياس الباطل. القياس الباطل آفة خطيرة على البشرية. نعم، أعد المسألة. الحادية عشرة استدلال القياس الكافر بقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. نعم، كذبوا رسالتهم بناء على القياس الباطل لأنهم بشر مثلهم، والبشر
لا يرسل إلى البشر بزعمهم. من قال هذا؟ هل قاله عقل أو قاله تفكير أو قاله وحي منزل من الله عز وجل؟ بل من الحكمة أن الله يرسل إلى البشر بشرا مثلهم من أجل أن يأخذوا عنهم ويألفوهم ويستطيعون البيان والتوضيح لهم لأنهم من جنسهم. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو مقتضى القياس، هو مقتضى القياس الصحيح أن البشر يرسل الله إليهم بشرا من جنسهم من أجل هدايتهم. ولهذا يقول، تقول ثمود كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. فالمسألة قديمة، إنكار الرسالة بناء على هذا القياس الباطل هذه مسألة قديمة في الأمم. إن أنتم إلا بشر مثلنا، هذه مقالتهم جميعا. وكفار قريش قالوا مثل هذه المقالة، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أو ألقي عليه الذكر من بيننا. يعني إيش اللي يخصه من بيننا؟ هو بشر ونحن بشر. نفس القاعدة الإبليسية هي عند جميع الكفار، أنهم يقيسون القياس الباطل ويردون به الحق، وهذه آفة خطيرة جدا. نعم. الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. هذه المسألة متعلقة بالمسألة التي قبلها. إذا كانوا يستعملون القياس الباطل فهم ينكرون القياس الصحيح. إذا كانوا يستعملون القياس الباطل وهو أنهم يرون أن الرسالة لا تكون في البشر لأنهم بشر، فإنه يلزم من هذا أنهم ينكرون القياس الصحيح وهو أن اللائق بالحكمة أن يرسل إلى البشر بشر مثلهم لأجل هدايتهم ومراجعتهم. فلو جاء إلى الناس ملك بخلقته الملكية ما استطاعوا أن يقابلوه وما استطاعوا أن يأخذوا عنه. ولهذا لا يتجلى الملائكة للبشر إلا عند الهلاك، عندما يريد الله جل وعلا إهلاك الناس يتجلى الملائكة بصورهم الحقيقية ويرونه. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجور. والإنسان ما دام على قيد الحياة لا يرى الملائكة، لكن إذا نزل به الموت يرى الملائكة بصورهم الحقيقية. فلا الملائكة لا تأتي إلا عند الهلاك وعند الدمار. وأما في حالة الاستقرار والحياة العادية فالبشر لا يستطيعون رؤية الملائكة ويستوحشون منهم لو رأوهم على خلقتهم لأنهم ليسوا من جنسهم. ولهذا قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لا يمكن أن يأتي الملك صورته الملكية إلى البشر. ولهذا كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، وأغلب ما يأتي في صورة دحية الكلب، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية إلا مرتين.
ما رآه إلا مرتين، مرة هو في بطحاء مكة رآه بين السماء والأرض له 600 جناح، ومرة رآه في الأفق الأعلى ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، رأى جبريل عليه السلام على صورته الملكية، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فالبشر لا يطيق رؤية الملك إلا إذا أعطاه الله قوة يستطيع بها رؤية الملك، فقد أعطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوة رأى بها جبريل مرتين، وفيما عدا ذلك كان يأتي إليه، وأحيانا يأتي إليه عند أصحابه ويرونه رجل يدخل عليهم. كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا جبريل عليه السلام، جاءهم بصورة رجل لكنهم لم يعرفوه ولم يروا عليه أثر السفر حتى يقولوا إنه جاء من سفر، فاستغربوا، وفي النهاية أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل جاءهم يعلمهم أمر دينهم، جاءهم في صورة رجل. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ثالثة عشرة العلم في العلماء والصالحين، كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الثانية ثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين، الغلو قلنا هو الزيادة عن الحد، ومعنى الغلو في الصالحين رفعهم من منزلتهم إلى منزلة الربوبية، هذا هو الغلو فيهم، تجاوز الحد في مدحهم والثناء عليهم حتى يضيفوا إليهم صفة الربوبية وأنهم ينفعون ويضرون من دون الله عز وجل، ثم يعبدونهم من دون الله عز وجل، كما حصل لقوم نوح لما غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحون غلوا فيهم بعد موتهم وصوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم ليتذكروا أحوالهم، فلما مات هذا الجيل وجاء ومات العلماء وجاء جيل متأخر جهال، جاءهم الشيطان فأغراهم بعبادة هؤلاء فعبدوهم من دون الله، فالسبب هو الغلو في الصالحين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني، يعني لا تغلو في مدحي كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإن النصارى غلوا في حق المسيح حتى عبدوه من دون الله، فكذلك الذي يغلو في حق محمد صلى الله عليه وسلم يؤول به الأمر إلى أن يعبده من دون الله، ولهذا يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذا هو الاعتدال في حقه صلى الله عليه وسلم، عبد الله هذا رد على الغلاة، ورسوله هذا رد على الجفاة الذين يكذبون برسالته صلى الله عليه وسلم. الغلو في الأولياء والصالحين يؤول إلى عبادتهم من دون الله، كما هو الواقع الآن في عباد القبور، فإنهم غلوا في حق الأولياء والصالحين وبنوا القباب على قبورهم وشيدوها، كتبوا عليها وزخرفوها ووضعوا لها صناديق النذور وكسوها بأنواع الكساوى وأسرجوها بأنواع المصابيح وزينوها بأنواع الزينات حتى صارت أوثاناً تعبد من دون الله، وصار الذين يقصدونها
أكثر من الذين يقصدون بيت الله العتيق للحج والعمرة، ويقصدون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى للصلاة. كل ذلك بسبب الغلو في الأولياء والصالحين. هذا الذي أوقع الأمم السابقة هو الذي أوقع بعض هذه الأمة في الغلو في الصالحين. والسبب في هذا زيادة المدح والاعتقاد غير الحق بالأولياء والصالحين، وأنهم ينفعون وأنهم يضرون وأنهم يقربون إلى الله زلفاء، كما قال المشركون من قبل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو الغلو في الصالحين. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم أولا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسول. ولما قال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. ولما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إلى غير ذلك. قياس الشمول قياس التمثيل، هذا تجدونه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خصوصا في تدمرية وفي مختلف كلامه ورده على الرازي في تأسيس التقديس. هذه مسائل من مسائل علم الكلام، علم المنطق التي يستعملها المنطقيون. الشيخ ساقها في بيان أن الله جل وعلا لا يقاس بغيره قياس شمول تستوي أفراده، وإنما يقاس بغيره قياس أولى. استعمل في حق الله قياس الأولى، يعني يقال: كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، فالله جل وعلا أولى به. هذا هو الذي يليق بحق الله. تجدون هذا عند كلام الشيخ عند هذه المسألة. راجعوا الفهرس العام للفتاوى الكبرى، تجدون قياس الشمول وقياس الشبه، تراجعون إن شاء الله. وأما قياس العلة هذا في كتب الأصول عند علماء أصول الفقه، وهو الدليل الرابع من الأدلة: كتاب، السنة، الإجماع، القياس. هذا الدليل الرابع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض العلماء يقولون إن انتقال القبور على المساجد قضية غير الصلاة في هذه المساجد، فهم يسلمون بأنها قضية الأولى مسلمة بتحريمها، أما الصلاة في هذه المساجد فتجوز. ومن بعض استدلالاتهم ترجمة في البخاري لما رأى عمر بن الخطاب يصلي إلى القبر، قال: القبر القبر ولم ينهى، فأمر من فضيلتكم توضيح هذه المسألة. هذا كلام باطل يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد. ومعنى اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات، فمن صلى في مكان قد اتخذه مسجدا ولو لم يكن مبنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسجد هو المكان الذي يصلى فيه. اتخاذ القبور مساجد يعني الصلاة عندها،
سواء كان عليها بنيان أو ليس عليها بنيان. فمن صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا وخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبور مساجد. ولعن صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى بسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا عند القبور ولا إليها، ولأن ذلك من وسائل الشرك. ولو كان المصلي يقصد بصلاته يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، أما إذا قصد بصلاته القبر فهذا شرك أكبر. لكن إذا قصد بصلاته وجه الله لكن صلاها عند قبر فهذا منهي عنه وصلاته باطلة، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. الأول يصلي لله عندها، في النهاية يجره الشيطان إلى أن يعتقد بهذه القبور أنها تضر وتنفع من دون الله عز وجل. وديننا جاء بسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك. نعم. صلاته غير صحيحة لأنها صلاة منهي عنها، صلاة المنهي عنها غير صحيحة. كيف نقول صحيحة وهي منهي عنها؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول إننا في عالم التقدم والحضارة، فلا بد أن تتعلم المرأة في كما هو واضح اليوم بحجة أننا في حالة ماسة لهذا، حيث يقوم بإعداد النساء الرجال ويقومون بتوليدهن ويحتجون بذلك أن الصحابيات شرحن في عداد الجرحى في الأرض، فكيف أرد عليهم؟ نحن ما قلنا أنه يحرم على المرأة تعلم الطب والتمريض، لكن نقول يحرم على المرأة مخالطة الرجال وسفورها عند الرجال وأن تعالج الرجال لما في ذلك من الفتن. أما أنها تتعلم الطب والتمريض على أيدي نساء طبيبات معلمات من النساء هذا لا حرج فيه، وأنها تعالج النساء أو تعالج الرجال عند الضرورة إذا لم يوجد غيرها مع التحفظ والتستر فهذا لا بأس به. إنما نحن ننكر مخالطتها للرجال وسفورها وسفرها مع الرجال وخلوتها مع الرجال، هذا الذي يحرم عليه. أما مجرد تعلمها للطب والتمريض إذا خلا من المحاذير فهذا لا بأس به. كذلك معالجتها للنساء مطلقة أو معالجتها للرجال عند الضرورة هذا أيضا لا بأس به، لكن مع لزوم الآداب الشرعية. نعم. الآية تدل على تحريم البناء على القبور، وساقها الشيخ في كتاب التوحيد في باب إنكار البناء على القبور، لأن الله قال قال الذين غلبوا على أمره، يعني تغلبوا بالسلطان السلطة لأنهم أصحاب السلطة، فدل على أنهم ما بنوا عليها بعلم شرعي وإنما بنوا عليها بالغلبة والتسلط، لأن البناء على القبور من وسائل الشرك. وسائل الشرك لا يمكن أن تأتي ملة أو دين سماوي بإباحة وسائل الشرك أبدا. البناء على القبور من وسائل الشرك، ولم تأتي رسالة من الرسالات السماوية بإباحة الشرك ووسائل. كل الشرائع السماوية ولله الحمد متفقة على منع الشرك ووسائله، ومنه البناء على القبور. والله إنما ذكر أنهم غلبوا على أمره، يعني بنوا بالقوة السلطانية لا بالقوة الشرعية. نعم. ويحدث
ما دام يرى المصلحة في ذلك فأرجو الرد على ذلك. هل عمر رضي الله عنه عطل الشريعة كلها في عام الرمادة؟ أو أنه درأ الحد عن هؤلاء بسبب المجاعة والضرورة؟ درأ الحد فقط بسبب وهو المجاعة والضرورة، والمضطر له أن يأخذ من مال غيره عند الضرورة ويأكل ولو لم يأذن صاحب المال، هذه ضرورة. قال الله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. المضطر يأكل من الميتة، يأكل من الجيفة، أحل الله له ذلك حتى لا يموت في عام الرمادة، لو لم يأخذوا ويأكلوا لهلكوا. فعمر رضي الله عنه درى عنهم الحد من أجل الضرورة، ليس ذلك، هذا إعمال للشريعة وليس تعطيلا للشريعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلة أن كل قوم يرسل له من جنسهم، فهل أرسل للجن من جنسهم؟ الجن تبع للإنس، أرسل إلى الإنس والجن تبع للإنس في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل الحمد لله المليء بالعظمة والكبرياء، حيث أنكر عليه شخص مقالة في هذا وقال: إن المليء لا يكون إلا بعد فراغ، فما صحة رده؟ إن كان قصده الملي من الملاءة وهي الغنى، مثل قوله: من أحيل على مليء فليحتل، الملي يعني الغني. فإذا كان قصده بقوله الملي يعني الغني، الله غني سبحانه وتعالى. أما إن كان قصده بقوله الملي من الملأ، وهو ملء الشيء بالشيء، فهذا لا يجوز. ملء الشيء الفارغ بالشيء، مثلا الكوب الفارغ يملأ بالماء، أو الوعاء الفارغ يملأ بالطعام، فهذا لا يجوز إطلاقه في حق الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل الملي بمعنى الغني فهذا لا بأس، أما إذا قيل الملي بمعنى الذي ملئ وهو كان فارغا فهذا لا يجوز. وعلى كل حال، مسألة المليئة هذه ما وردت فيما أعلم في حق الله، إنما وردت في حق المخلوق، فإطلاقها على الله فيه محذور، لكن معناها قد يكون صحيحا، معناها قد يكون صحيحا، لكن اللفظ خطأ. نعم. ما حكم من يعتذر على كتابته كلمة قال الله تعالى قبل وإذا مرضت فهو يشفيه، بحجة أن هذا من قول إبراهيم عليه السلام؟ هو في الأصل قول إبراهيم، لكن حكاه الله عنه فصار قول الله سبحانه وتعالى. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، الصحيح ما قال أحد العلماء المعاصرين أن هذا المذكور في القرآن ليس هو أبو إبراهيم عليه السلام، لأن آباء الأنبياء لا يكونون كفارا، ولكن هذا هو عن إبراهيم عليه السلام. قوله إن آباء الكفار لا يكونون كفارا هذا غير صحيح. آباء الكفار يكونون كفارا، أبو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، أبوه كافر وجده كافر وأجداده كفر، وكذلك نوح عليه السلام ابنه كافر خالفه وأبى أن يركب معه، فما في مانع أنه يكون والد النبي كافر. ولهذا يفسرون قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت أي المؤمن من الكافر، ويخرج الميت من الحي، يخرج الكافر من المؤمن، فلا مانع. أما مسألة اسم والد إبراهيم، قيل أنه إن هذا لقب، ما هو اسم، هذا لقب له وليس اسمه العلم. على كل حال الأمر سهل فيها. نعم. ثبت في الحديث أن الشيطان إذا أتى المؤذن تولى وله قراء، فهل القيام عند الأذان والانصراف يكون تشبها به، أو أن الأولى عدم القيام حتى ينتهي المؤذن؟ الأولى عدم القيام حتى ينتهي المؤذن، الإنسان يطمئن ويتابع المؤذن، وإذا فرغ يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير،
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، عفو اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. فالأولى أنه يجلس ويقول هذا بعد أن يتابع المؤذن ويقول هذا الدعاء بعد الفراغ من الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هذا الدعاء حلت له شفاعتي يوم القيامة. والقيام من مكان إلى مكان في المسجد لا بأس به ولو كان المؤذن يؤذن، إنما المحذور في الخروج من المسجد بعد الأذان. فهذا إن كان الإنسان له عذر يخرج لأنه إمام مسجد آخر، أو لأنه على موعد مع شخص في مسجد آخر، أو راح ذهب يتوضأ ويرجع، هذا لا بأس به لأنه معذور. أما إن كان الخروج من غير عذر فهذا مكروه أو محرم. ولهذا لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا خرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالخروج من غير حاجة لا ينبغي، بل هو إما أن يكون مكروها أو محرما. نعم. ذكر بعض المعاصرين في أحد الأشرطة بأنه توجد الآن فرقة من النصارى تسمى الموحدة، وأنهم لا تحريف لديهم على قول الرسول. لو كان هذا صحيحا لوجب عليهم اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لهم البقاء على النصراني، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يسع أهل الأرض يهودا أو نصارى أو غيرهم إلا اتباع صلى الله عليه وسلم. فمن بقي على دينه ولم يتبع رسول الله فإنه يكون كافرا، يكون كافرا بالله عز وجل، ولا يكون متبعا للنبي الذي يزعم أنه نبي، لأن نبوة النبي الذي اتبعه نسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز البقاء على دين منسوخ، الذي يبقى على الدين المنسوخ لا يكون على دين الله عز وجل، لأنه دين منسوخ منتهي. فواجب على أهل الأرض جميعا، الجن والإنس، العرب والعجم، اتباع أهل الكتاب وغيرهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحدا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعه، فإن لم يتبعه فهو من أهل النار قطعا، لأنه على غير دين. والأنبياء كانوا يوصون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعث، وآخرهم عيسى عليه السلام يقول: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. فهو أحال على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبشر به، الواجب اتباعه عليه الصلاة والسلام. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ووصفه الله جل وعلا بأن بعثته رحمة للعالمين، وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فلا يكون هناك أحد على دين صحيح إلا دين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.